فرح، وهلأ سوا حروح مع مشاهدينا على مساحة من الجمال والبصمة السورية يلي بتكون حاضرة بأي مجال من المجالات، على الرغم من كل شيء عم بتمر في سوريا، لأنه يوم بعد يوم عم يلمع اسم سوريا عربيا وعالميا. صباحنا لليوم مع منى مسلم، ملكة جمال السياحة العربية لعام 2017. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. شكرا، سعد صباحكم. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. رمضان كريم. مرسي. أول شيء بدي أعيد العالم رمضان كريم، والدكتور بشار الأسد قائد سوريا، وجيشنا العربي السوري أكيد، وإن شاء الله بينعاد عليكم بالصحة والخير وعليهم إن شاء الله. بينعاد عليكي كمان بالخير منى. خلينا نتعرف عليكي أكثر قبل الفوز بهذا اللقب، يعني ما في أحلى من الجمال دائما نحن نقول. شو كانت منى، كيف كانت تشتغل، كيف هي إلى بصمة بهي الحياة؟ ليكي أنا يعني بعيدا عن مجال الجمال وهي المسابقات، أنا ما كنت بفكر فيها أبداً. يعني أنا بنت مخرجة أكاونتينج، عاملة محاسبة، عاملة بزنس، يعني عاملة دبل ميجر، وكنت بشتغل بمجال الفاشن أكتر. يعني كان عندي محل وبهتم كنت بالفاشن وبالتياب، وهيك كنت بحب كتير هيدا المجال. لحد ما نهار بالصدفة كانت رفيقة من رفيقاتي مشاركة بالمسابقة وشجعتني، قالت لي انه فيكي، انه ليه لا، وخصوصي انه كانت المسابقة عالمية، مش انه محفورة ضمن لبنان. طيب منى، خلينا نحكي شوية عن شروط المسابقة، تفاصيلها، كيف قدمتي وكيف شاركتي فيها. هلا هي انا اشتركت باي ايميل، بعت لمكاتب نوري ميديا يلي كانت برعايتهم هي المسابقه، وكان في لجنه من ضمنهم نقيب الصحفيين اللبناني، كانت برعايته المسابقه، وكنت عم على فتره شهر عم بعمل كاستنج، كنت اروح كل جمعه اعمل كاستنج، وكل جمعه يسالوني سؤال وجاوب. يعني كمان بتهم كمان الناحيه الثقافيه، بيسالوا اسئله ثقافيه. خلينا نحكي بعيدا عن اللقب وبعيدا عن هي الناحيه، الجائزه اللي حضرتك حصلتي عليها، خلينا نحكي بالحياه العمليه بالنسبه لك منى، بينك وبين حالك، شو حقق لك هذا الشيء؟ صراحه فوتني على الاضواء، يعني انا ما يعني بصراحه شيء جديد علي، عرفتي كيف؟ شيء حلو وشيء جديد بالنسبه لي. يعني اكيد يعني اللقب دائما بيحمل مسؤوليه، هل بتفكري مثلا بعد ما حستي على هذا اللقب انك تدخلي وتحملي مسؤوليات اجتماعيه يمكن، او تشاركي بشيء خيري ممكن؟ ايه اكيد. هلا كان نحن ضمن المسابقه كنا 20 صبيه، يعني مشتركين 20 صبيه، وكل صبيه انطلب منها انه تتطرق لموضوع، يعني تاخذ موضوع هي حابه، يعني كيف بدي اقول لك، انه تهتم فيه ضمن هالسنه اللي هي حامله فيها اللقب. هلا انا حكيت شوي عن دور المراه بالمجتمع، وحكيت عن تعنيف المراه يلي انا كثير موضوع بيستفزني، يمكن كبنت. هلا انا سالوني انه ليه ما حكيتي عن موضوع اللجوء السوري. هلا هي الكلمه بالتحديد انا بتضايقني، انه ليه انت كسوريه ما حكيتي بموضوع اللجوء السوري. انا كهذا الموضوع بضايقني، لانه نحن انا ما بعترف فيها هالكلمه، انه كلمه لاجئ، لانه نحن عنا ارض وعنا، يعني عرفتي كيف؟ بقى كان موضوعي الاساسي هو المراه. أكيد كمان موضوع المرأة هو موضوع كتير مهم، التعنيف قد بيحمل نوع من الظلم للمرأة وقد بينتقص من إنسانيتها، فنحن كتير نتشكرك يمكن على هذا الموضوع يلي لفت اهتمامك، وفعلا حتى الرفض لكلمة اللجوء هذا شيء كتير كبير. أكيد نحن عنا أرض وبلدنا بألف خير، يعني أكيد أرض، ليه بدنا نكون لاجئين؟ تماما. كمان بالناحية الثانية، سلبيات اللقب مثل ما له إيجابيات كمان له سلبيات، شو حسيتي له النوع من السلبيات، كيف قدرتي تتفاديها إذا كانت موجودة؟ هلأ سلبياته إنه ما بيكون عندك خبرة بالأضواء،
لما بيستضيفوك ما عندي انا يعني ما عندي الخبره انه انسال وجاوب. هلا بجاوب ضمن 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 مجال دوميني ضمن شغلي ضمن ايه، بس انه هلا صار في اكثر، يعني صار في مجالات اكثر، انه يعني باعتبار مجالك شوي بعيد عن المجال اللي دخلتي فيه، كيف يمكن رح تقدري تستثمري مجالك مع اللقب سوا؟ وخصوصا انه بنعرف اللقب هو ملكة جمال السياحة العربية، وانتي مجالك اقتصادي يمكن او دراستك اقتصادية، هل رح تستثمري الاثنين مع بعض او تدمجي تفيدي هذا الشيء؟ هلا انا فيني استغل هذا الشيء وضوي على المعالم السياحية عنا بالبلد، يعني عنا معالم سياحية كثير مهمة، فيني ضوي عليها، ومش يعني مش بس ضمن سوريا، ضمن كل البلاد العربية، لأنه هو اللقب عالمي عربي، فيني اهتم بهذا الموضوع كمان واتطرق له. بس يمكن التحدي الكبير والمميز منه انه صبيه سوريه وبلبنان تاخذ هذا اللقب يلي ما صغير ابدا، بالعكس قدرت ترفع اسم سوريا بناحيه الجمال، انه لا الصبايا السوريين حلوين واخري، فقديش انت بتحسي انه هذا الشيء حقق لك نوع من الثقه بالنفس، وانه انت فعلا قدرتي تقدمي شيء لسوريا بهي الظروف الصعبه وقدام كل العالم؟ طبعا اكيد هذا الشيء حلو كثير، وانت بتحسي انه حققتي شيء، يعني بتحسي وصلتي لهدف خلاكي تحسي بسعاده حقيقيه. غير هيك يعني انا وقت حفله التتويج انا قلت انه انا بهدي هذا اللقب وبهدي هذا النجاح ومن كل قلبي لبلدي ولشعب سوري، وبتمنى ان شاء الله ترجع سوريا مثل قبل واحلى. أمير. يعني وكان في حضور من السفارة السورية، كان عم يحضر الحفل. أكيد. يعني منى بعام 2017 شو المشاريع اللي ناوية تحققيها أو تشتغلي عليها خلال هاي الفترة؟ هلأ بصراحة رح ضوي شوي على موضوع السياحة، لأنه أنا لقبي سياحي أكيد، وشوي يعني حفوت بمجال الفاشن والموضة والتقديم مثلكم هيك صبايا حلوين. يعني كفكرة هيك بشكل عام. أكيد نحن نتمنى لك التوفيق بكل مشروع وبكل شيء بتختاري اليوم. لكل صبية سورية عم بتشوفنا اليوم، شو بتحبي توجهي لها رسالة أو نصيحة من خلال تجربتك ومن خلال هي المجالات العملية اللي أنت فايتة فيها اليوم؟ هلا أنا بدي أقول لكل صبية إنه جربي. كل صبية حتى لو ما كانت حلوة فيها شيء حلو، وبتقدر توصل وبتقدر تعطي وبتقدر تحقق الشيء اللي بدها اياه، يمكن حتى هي تكون بينها وبين حالها عم تقول لا وهذا، بس هي بالحقيقة يعني بيكون فيها وقادرة. أنا صراحة ما كنت بتخيل اني فوز، بس انه كانت يعني حتى لو ما فزت كانت اكسبيرينس حلوه، يعني كانت تجربه بالنسبه لي حلوه. اكيد. يعني منى بدنا نشكر وجودك معنا اليوم، نتمنى لك التوفيق بكل المشاريع الجديده وتضل هالوش الحلو عم بيمثل سوريا ويحرز القاب. شكرا كثير لكم، ميرسي كلكم. شكرا كثير لك، بتمنى لك التوفيق كلكم. ذوق، ميرسي اكيد.